أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا دايما على موقع كورة بريس. مثل ما عودناكم بفوكس اون بلماند مكملين المشوار لنتعرف أكثر على جامعة البلماند وعلى الكليات الموجودة بجامعة البلماند. اليوم بيشرفني وبيسعدني أن يكون معي عميد كلية عصام فارس للتكنولوجيا دكتور إلي كرم لنحكي أكثر عن كلية التكنولوجيا بجامعة البلماند. اهلا وسهلا فيك دكتور إلي. اهلا فيك كلوديا، ونتشكر وجودك معنا اليوم واستضافتك لنا. شكرا لكم، شكرا للكورة بريس على البرنامج الرائع، ونقول لكم الله يقويكم وتضلوا بهالهمه. الله يخليك، تسلم دكتور إلي. اذا بالبدايه بس فينا نعرف اهميه التكنولوجيا بحياتنا حاليا، يعني خليني اقول هالتكنولوجيا اللي تطورت بشكل كتير كبير خلال هيدي السنوات، وهالشيء اللي ادى انه ينوجد كليات باسم التكنولوجيا بعده جامعات. هلا الموضوع بيحمل بطياته شويه بارادوكس. في بلبنان مزايك كتير واسع من يعني شهادات التعليم، إن كان المهني، إن كان الفني، إن كان الجامعي، الهندسي، العلوم، التكنولوجيا، وبالتالي في اختصاصات كتير متنوعة وشهادات من عدة كليات أو عدة برامج، وبالتالي اللبنانيين بشكل عام هني من أكثر الناس اللي بيحسوا حالهم بحالة تساؤل تجاه هالبرامج هالاختصاصات. ولكن هذا المشكلة إنه نحن بلبنان ما نظمنا القطاعات، ما حطينا استراتيجية وطنية واضحة ضمن كل القطاعات مع بعضها بشكل إنه يصير في التكامل بين التربية وسوق العمل والاختصاصات. بالتالي الجامعات يعني هي عم تسعى لتحقيق أهداف معينة، ولكن كتير أحيان ما عم بتكون هالأشياء مربوطة بشكل متكامل مع القطاعات الأخرى، إن كان الصناعية الإنتاجية أو سوق العمل من جهة، أو التعليم والتربية من جهة تانية. نعم، وهون دكتور إلي أنا يعني ضمن هيدا الحديث اللي حضرتك عم تحكيه بدي أسألك، هني شو الاختصاصات الموجودة بكلية التكنولوجيا يلي موجودة بجامعة البلماند؟ قبل ما أحكي عن الاختصاصات بدي أحكي عن شو هي التكنولوجيا وبعدين منشوف الاختصاصات. نعم. والمدخل لهالموضوع بدي أذكر التجربة اللي خضتها ماليزيا، لأنه لبنان قبل التسعينات ما كان في شيء اسمه برامج تكنولوجيا، ما كان في ولا جامعة ولا حتى معهد بيعطي شيء اسمه تكنولوجي. كان في المدارس أو المعاهد اللي بتعطي البيتي والتياس، وبعدين تطورت للألتي. التكنولوجيا أجت بعدين بأواخر التسعينات، والنموذج اللي انطلقوا منه بلبنان أو أخذوه كنموذج ممكن أنه واحد يتعلم منه أو يأخذ منه خبرات هو النموذج الماليزي. ماليزيا قبل التسعينات لحديت يعني أوائل التسعينات كانت من الدول الفقيرة، ووضعها الاقتصادي كان سيء جدا. انعمل ناشونال استراتيجي، يعني خطة وطنية شاملة جمعت كل القطاعات، وتحددت البرامج، وتحدد دور التكنولوجيا في تهيئة الشباب والقدرات اللي ممكن أن تطور الاقتصاد الماليزي. وهالشيء حصل يعني بين 93-94 وأوائل 2000. ماليزيا اقتصادها الجي دي بي نط 100% ببعض القطاعات من وراء برامج التكنولوجيا. بالتالي التكنولوجيا هي اختصاص بيجمع بين العلوم من جهة والاختصاصات الهندسي من جهة تانية، إذا بدنا نقارن وين في إشياء مشتركة. فبالتالي التكنولوجيا هي بتركز على يعني شغلات أساسية بالنسبة للخريجين. أول شيء إنه الخريج لازم يكون يعني بيتمتع بقدرة إنه ينفذ المشاريع بشكل عالي الجودة، يعني بشكل دقيق وعالي الجودة، يعني التركيز على تنفيذ التصميم أو تنفيذ المشروع. وكمان لازم يقدر يقوم بهالشيء لازم يكون عنده المهارات والقدرات اللي هي متخصصة بمجالات معينة بالتكنولوجيا واللي بتسمح له أنه يقوم بهالدور هذا. نعم، والتطبيق دكتور إلي على الأرض. بالتالي الاختصاص التكنولوجيا بيركز أكثر من الاختصاصات الأخرى، إن كان العلوم أو إن كان الهندسة، على الأبلايد، يعني على الأشياء التطبيقية. نعم. فبناخذ من العلوم المبادئ والفندمنتلز، ما منفوت فيها بالعمق، من نشترك مع الهندسة ببعض المواضيع أو الأطر اللي ممكن يكون فيها
ترابط أو تشابه أو تكامل ببعض الأشياء اللي هي بتنعمل بالهندسة وبتتنفذ ضمن مشاريع أو ضمن تصميم بينوضع لتطوير الصناعة، لتطوير سوق العمل، لتطوير الإنتاج، للجودة، للنوعية. هيدي كلها تجي نتيجة هالتدريب أو هالتحضير الدراسي اللي بنعطيه ببرامج التكنولوجيا، بحيث أنه بيقدر هالشخص يلعب دوره المتميز بين الاختصاصين أو بين المجالين اللي هني كانوا تقليدياً موجودين، اللي هني العلوم والهندسة. نعم. ونحن بهالمجال عنا 6 اختصاصات. عنا اختصاص برنامج صيانة الطيران بنسميه Aircraft Maintenance، عندنا برنامج ميكاترونيكس اللي هو صناعي إلى حد كبير، عندنا برنامج تيليكوم اند نتورك اللي هو الشبكات، وعندنا والإنترنت أو انفورميشن تكنولوجي، عندنا اختصاص اللي هو أجريكولتشر، واليوم نعرف أهمية الزراعة والدور اللي بحاجة إنه زراعة تلعبه وتطويرها وتطويرها مشان النوعية، مشان جودة، مشان الأمن الغذائي. عندنا برنامج كمان كان موجود بطريقة وعدلناه تتماشى مع الحاجات اللي نحن يعني موجودة عندنا بلبنان بشكل عام وبالعالم بشكل أوسع، انه برنامج السيفل اند كونستراكشن اللي هو كل الناس تعرفه برنامج بناء. البناء ممكن انه يعني نكون بالسيفل انجينيرينج. السيفل انجينيرينج بتركز على الديزاين، على كل شيء تطوير او تصميم متطور بالسيفل تكنولوجي. نحن عم نحاول انه نعمل الاشياء اللي هي مكمله تطبيقيا، وادخلنا البرنامجين اللي هن بيكملوا حاجات المجال هذا، إن كان بالبناء أو إن كان بالبنى التحتية أو إن كان البرنامج اللي مستحدث هو بتصب بإطار المي، معالجة يعني شبكات المي ومعالجة المياه. وعندنا اختصاص تاني كمان بهالبرنامج اللي هو بيعنى بالأبنية اللي نسميها الخضراء والذكية. والبروغرام الأخير عندنا برنامج يمكن البعض يتسألوا ليش هو موجود بالتكنولوجيا، اللي بنسميه Management and Administration، إدارة أو إدارة مؤسسات. نحن هالبرنامج عم نحاوله تيكون اليوم مماشي لحاجات العصر اللي هي بتاعنا بالديجيتال ماركتينج، ديجيتال ميديا، ريسورسز إلى آخره. فهودي هني برامجنا الستة إذا ما نسيت حدا. دكتور إلي، إذا بدنا نحكي شوي عن فرص العمل يلي هيدا بعتقد هاجس كل الشباب وقتا بيلتحقوا بالجامعات، بيكونوا عم بيفكروا لبعدين وين حيشتغلوا، ضمن أي أطر، شو هي فرص العمل المتاحة. فشو هي فرص العمل المتاحة خلينا نقول للشخص اللي بيتخصص بكلية التكنولوجيا؟ الحقيقة لو عم نعيش ببلد وضعه طبيعي ومرتاح، كان في كتير مجالات ممكن أن تكون هي موجودة بلبنان، وهي فعليا موجودة. ولكن منشوف الأوضاع أنه اللبناني اليوم منو قادر يبقى ببلده، يعني بس يكون عنده شوية مهارات، شوية كفاءات، بحس حاله أنه أول فيزا بيقدر ياخدها بفل. فبالتالي مجالات الموجودة خارج لبنان، يعني بيقدر الطالب اللي بيتخرج من التكنولوجيا إما يفوت مباشرة بسوق العمل وهو مدرب. يعني أهمية البرنامج أنه خلال 3 سنوات وبكلفة كتير مدروسة بيقدر أنه يطلع متخرج قادر يفوت بسوق العمل مباشرة، عنده كل المهارات، كل القدرات، كل المعرفة في الاختصاصات اللي ذكرناها، أنه يفوت إن كان بالصناعة، يفوت بمجالات الزراعة، يفوت مجالات شبكات المياه، يعني المؤسسات اللي عندها مي، إن كان نسميه معالجة الماء أو ماء الشرب أو ماء الزراعة أو حتى معالجة الصرف الصحي. يعني اليوم في دول كتير متقدمة بالنسبة لنا، كان من أهم المشاكل اللي عالجتها هي مشاكل الصرف الصحي، وهذا قد إحنا بحاجة لقاله اليوم مع الوضع الكوليرا اللي صحيح. فاليوم نشوف أنه عندنا مشاكل كتير زراعية بلبنان
أو صحية بلبنان جاي نتيجة إهمالنا لهالاختصاصات هيدي اللي كان مفترض أن هي تكون عم بتعالج أو عم بتطبق المشاريع أو تطبق الأفكار اللي هي بتساعد بتأمين صحة أفضل، اقتصاد أفضل، غذاء أفضل. من هون أنه في مجالات كتير بلبنان، ولكن الجو العام أو الإطار أنه الشباب عم بيحسوا حالهم أنه لا بدنا نسافر. هلأ بعض اللي عم بيسافروا عم بيقدروا يكملوا دراساتهم برا، إن كان بأوروبا إن كان بلبنان، حتى في مجال أنهم يتابعوا دراساتهم داخل لبنان. قسم منهم يعني بيختاروا هالطريق هذا، كان بالهندسة أو بمجالات تانية بالزراعة أو بالبزنس. والبقية اللي بيسافروا كمان يا بيشتغلوا برا، في منهم يعني بيقدروا يأمنوا شغل، كان عم بيسافروا مع شركات مع مشاريع يعني عم تنعمل، كان شركات لبنانية أو أجنبية عم بيستقطبوا من طلابنا. في عنا طلاب راحوا على ألمانيا، في عنا طلاب ببلجيكا، في عنا طلاب بفرنسا. فبالتالي يعني نحن اليوم من الجامعات القليلة اللي حافظت على كلية تكنولوجيا. في بس يعني في جامعات بلبنان حاطة التكنولوجيا باسمها، ولكن حطتها ضمن برامج عندها منها أوجدتها ضمن كلية. في أربع بس كليات أو ثلاث جامعات بلبنان عندها كليات، وفي البقية عندهم برامج تكنولوجيا. دكتور إلي، إذا بدنا نحكي شوي عن التعاون الخارجي بين كلية التكنولوجيا خليني أقول وغير كليات، أو البرامج المشتركة إن كان برامج مشتركة مع دول أوروبية أو أجنبية، إذا فيك تعطينا فكرة عن هذا الموضوع. الحديث اليوم نحن عنا برنامجين أساسية تعاوننا فيهم تحديدا مع جامعات بفرنسا، يعني بمجال الميكاترونيكس والتليكوم. كان عنا اتفاقية مهمة جدا مع يوتي كاشان أو باريس أكلي مؤخرا، وهيدي مستمرة إلى عدة سنوات. في طلاب من عنا بحدود الحديث اليوم حدود 20-25 طالب راحوا عملوا فصل هناك أو ترينينج هناك، وبالتالي يعني عم بياخدوا خبرة أو عم بيشوفوا مجالات أنهم يكملوا دراساتهم هناك لما بيخلصوا الشهادة. في عنا اتفاقية كتير مهمة حاليا مع جامعة ليموج بموضوع الماء، يعني الووتر بروجرام اللي أوجدناه ضمن السيفل اند كونستراكشن ديبارتمنت. وفي عنا الطلاب عم بيروحوا مع شركات أجنبية بفترة الترينينج. مثلا في طلاب راحوا على ألمانيا عملوا حوالي 6 شهور أو أكثر، بعتقد في حدا منهم دل أكثر، مع شركة BMW بألمانيا. ف يعني نحن دائما هذا صراحة بيفتح مجالات كمان للعمل للطلاب مثل صحيح. حضرتك سبق وذكرت، لأن اليوم اللي بيكون إذا منشوف واقع يعني خلينا نحكي بشكل كتير مبسط، اليوم مشكلة كنا منعاني من ميكانيك سيارات أو صيانة السيارات، مع احترامي لكل اللي بيشتغلوا بهالمجال، نحن ما عنا المتخصصين صحيح. بمجال إن كان صناعة أو صيانة السيارات. وبالتالي لبنان بحاجة، يعني بعتقد بفترة من فترات كان ممكن أنه حدا يحلم يكون في مصنع، إذا مش لصناعة معنا المواد الأولية، ولكن نقدر نعمل مصنع لتجميع سيارات بلبنان، أو يعني في إمكانات، بس نحن بلبنان ما عم نشجع هالمشاريع هيدي أو عم نلاقيها مش عم تنجح بشكل كافي تقدر تأمن فرص لهالخريجين. يعني أول شيء بدها تقدرهم أنه هن خريجين عندهم كفاءات وقدرات ومهارات متخصصة وتميزهم، وبالتالي تستقطبهم تتشجعهم أنهم يبقوا، تتشجعهم لتطوير الصناعة لتطوير الاقتصاد اللبناني. أنا بعتقد أنه نحن بنقدر أنه نطور بلدنا لما نعطي هالاختصاص حقه. إن شاء الله يا رب. دكتور إلي، إذا فينا نحكي عن الكامبسز والكلية بأي كامبسز هي موجودة، وشو اللغات يلي تدرس بالكلية، وإذا فينا نحكي عن المنح كمان يلي بتنعطى بكلية عصام فارس للتكنولوجيا. نحن كان لما تأسست هالكلية انطلقت بالأساس إنها ومثل ما اسمها بيدل كانت كلية عصام فارس للتكنولوجيا. نعم. وبالتالي كان التوجه إنها تكون لعكار،
يعني تحديدا تكون موجودة بعكار، ولكن من الجامعة بمرحلة معينة 2013-2014 أدركت أهميتها بالنسبة لأكثر من منطقة بلبنان، يعني لجأت لأن تكون هالكلية إلى فروع بكذا كامبس. يعني الأساس خلينا نقول أنه هي كانت عكار، عندنا 5 اختصاصات هناك من درسها بالفرنسي أو بالإنجليزي، يعني في اللوتين متوفرين بعكار، كل الاختصاصات 5 ما عدا الايركرافت مينتيننس، يعني عندنا زراعة، عندنا الميكاترونيكس، عندنا سيفل اند كونستراكشن، عندنا تيليكوم اند نتورك، وعندنا الأجرو بعكار. بالكورة عندنا 6 برامج، ولكن عم نركز أكثر يعني على اللغة الإنجليزية بالكورة. كان في مرحلة موجود فيها طلاب بالفرنسي بالكورة، حاليا الأغلبية هن بالاختصاصات باللغة الإنجليزية بالكورة. بسوق الغرب عندنا كمان كامبس موجودين فيه، كامبس جامعة البرلمان بسوق الغرب، عندنا برنامجين فوق، واحد منهم هو من البرامج النامية جدا جدا اللي هو الميكاترونيكس، وعندنا سيفل اند كونستراكشن بسوق الغرب بالإنجليزي. هلا بشكل عام أقساط الكلية هي كتير مدروسة، يعني أرقام تسمح إنه أغلبية الناس تقدر إنها يعني تلتحق بهذا الاختصاص بدون ما يكون في عبء مالي كبير. بس طبعاً نحن عم نحكي بجامعة من أهم جامعات لبنان، عم نحكي بجامعة جودة ونوعية التعليم هي عالية ومكلفة أحيان، وبالتالي يعني متوقع أنه نحن يعني نعمل هالتوازن بين أقساطنا وبين المحافظة على هالجودة اللي عنا إياها. بالمقابل الجامعة عم تعطي منح، عم تصال نسبة المنح بشكل عام للأربعين 45-50%، يعني من 40% إلى 50% قسم كبير من الطلاب، يعني على الأقل 50% من طلابنا قادرين ياخدوا منح بين 40% و 50%. في منح بتوصل أكتر، بس يعني نسبة الطلاب اللي بتاخدها هي أقل، إن كان من خلال merit scholarship اللي بياخدوها على العلامات، أو من خلال student work اللي بياخدوه كمان supplement للfinancial aid. ففي financial aid packages عم توصل ل 70% أو حتى 75%، هذا اللي الجامعة عم بتوفره بالتحديد للكلية. يعني ما عم ينترك ولا فرصة تقدر الجامعة تساعد فيها إلا ما عم بتقدمها. دكتور إلي يعطيكم ألف عافية، بدي بختام هالحلقة بدي أتشكرك، وصراحة نحن بحاجة للتكنولوجيا على مساحة الوطن كله. يعطيكم ألف عافية وشكراً لاستضافتك لنا اليوم. أنا بتشكركم وبتشكر هالهمة والنفس اللي عندكم، وبتمنى أنه رسالتكم يعني تشمل كل لبنان وتوصل الرسالة بوضوح، لنضوي على مش بس أهمية التكنولوجيا، أهمية أنه التكنولوجيا تقدر تساهم فعلاً بتطوير قدرات هالبلد وإيجاد فرص عمل أوسع وأشمل، تقدر تأمن بقاء اللبناني هون ويصير في استثمارات تجي ترجع على لبنان ونشوف إن شاء الله بخير. هيدا اللي بنتمنيه. كلك ذوق دكتور إلي. مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، انطرونا بحلقة جديدة من فوكس أون بلمند.